حدثنا سعيد بن محمد حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح عن الاعرج قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا الترك صغار الاعين حمر الوجوه ذلف الانوف كان وجوههم المجان المطرقه ولا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر